10 شهور والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل على إحباط كل عمل من الأعمال المثمرة لمصر. وأقول مرة ثانية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحقق لا العدالة ولا سيادة القانون، بل يعمل على تعطيل كل عمل الآن في مستقبل مصر. لذلك نقول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحمي مصر وحدود مصر ويسلم السلطة لجهة مدنية تقوم بإدارة مصر حتى يتم تنظيم. نحن الآن في حاجة ماسة إلى تكاتف كل الجهود لإنقاذ مصر من وعدتها التي هي بها. مصر الآن محتاجة إلى كل مصري يؤمن بمصر أن يعمل لإنقاذ مصر مما هي فيه الآن من التردي والعودة إلى ما كانت عليه من قبل. نسأل العظيم أن نقول لكل مصري مخلص يجب أن يعمل لمصر، ونقول تحيا مصر حرة، تحيا مصر حرة، والله أكبر. الحمد لله.